احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين في الزرقاء بتجديد الوعد الكشفي وإطلاق شعار لنجعل المستحيل ممكنا، وذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه المطران مارون اللحام مطران اللاتين في الأردن، بحضور الأب طارق حجازي كاهن الرعية والأب إبراهيم نفع المرشد الروحي للهيئة العامة لكشافة ومرشدات اللاتين في الأردن والأخوات الراهبات وجموع من أبناء الرعية في المحافظة. ورحب الأب حجازين في كلمته بسيادة المطران اللحام وهنأ أعضاء الكشافة بتجديد الوعد الكشفي. أطلب من المسيح يسوع الملك أن يملك على حياتنا وقلوبنا، أن يكون وأن نكون فعلاً أبناء حقيقيين لهذا الملك السماوي على هذه الأرض، وأن يكون لنا نصيب أيضاً في المملكة السماوية أي الملكوت السماوي. وتحدث المطران اللحام في عظته للشباب قائلا: إن الإنسان في عمر الشباب يحلم بالأبطال وبالأشخاص، إن يسوع المسيح هو ملكنا نحن المؤمنين به، ملك عائلاتنا وقلوبنا، ملك على الشباب وعلى الحركة الكشفية. وفي الظروف التي نعيشها اليوم في الكنيسة وفي العالم العربي وفي الأردن العزيز نتساءل: يسوع ملك على من وعلى ماذا؟ على من؟ الجواب في التطويبات: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، طوبى للمحزونين، طوبى للمضطهدين من أجل البر، طوبى لفاعلي السلامة. يسوع اليوم ملك على هؤلاء قبل أن يكون ملكاً على غيرهم. يسوع الملك هو ملكنا نحن المؤمنين، ملك شبابنا وعائلاتنا ومدننا وقلوبنا، ملك هؤلاء الشباب والصبايا في الحركة الكشفية في هذه الرعية، والذين يقومون اليوم أمام الله أمام القربان الأقدس وأمام زملائهم من باقي المجموعات بتجديد الوعد الكشفي. يسوع ملك عليكم وعلى قلوبكم وعلى حاضركم وعلى مستقبلكم وعلى عائلاتكم. ويشار أن مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين في الزرقاء تأسست عام 1967، حيث تعتبر من أقدم المجموعات الكشفية المسيحية التابعة للكشاف الكاثوليكي في المملكة، ومنذ بداياتها ساهمت في إخراج جيل من الشباب والشابات الذين يسعون دوما لخدمة الكنيسة والمجتمع معا، حيث تقوم رسالة المجموعة على عدد من الرؤى، منها الريادة في العمل الروحي والكشفي والتربوي على الصعيد الوطني والارتقاء بالمنتسبين إلى أفضل المستويات الممكنة، وهذا يكتمل مع دور قادة المجموعة وما يقدمونه من تضحية ومجهود من أجل الوصول إلى أفضل المستويات والارتقاء بمجموعتهم وتنمية مواهب وقدرات الأفراد فيها. أيها الأعزاء، إني كل ثقة بأن كل فرد من أفراد مجموعتنا يثلج صدر أهله وأقربائه، وهو مصدر فخر لهم واعتزازاً بهم بما يقدمه من تميز، وخصوصاً عند ارتدائه الزي الكشفي. أعزائي القادة والأفراد المجموعة الغالية، لنجعل المستحيل ممكناً، أنتم تمتلكون حب الإنسانية في قلوبكم، لا تجعلوا للكره المذموم مكاناً بينكم. أيها الجنود، لا تحاربوا من أجل عبوديتكم، فأنتم جنود المسيح على الأرض. دعونا نستخدم هذه القوة لنتحد جميعاً ولنعمل من أجل عالم جديد يعطي لنا الفرصة الحقيقية لمنح مستقبلنا الأمن والسلام، لننتهي به من الجشع والكراهية والتعصب. فلنتحد ولنكمل مسيرة مجموعتنا الكشفية والإرشادية التي بدأت منذ عام 1967، التي سنحتفل بيوبيلها الذهبي العام القادم بمرور 50 عاماً.